يجب أن تكون البصمة إلى القضاء بأسرع وقت. هذا ما أكده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فور وصوله إلى المدينة على رأس وفد أمني كبير، كما شدد الكاظمي بعدم السماح للخطأ في المرحلة القادمة. القتلة سوف يكونون بيد العدالة قريبا جدا، وأقول للمجرمين الذين اغتالوا هشام الهاشمي والشهيد تحسين والشابة الدكتورة، دماءكم قريبا ستكون عنوان للعدالة. التحدي كبير، كنت في اجتماع مع القادة العسكريين، يجب أن تكون البصرة آمنة وستكون آمنة، وسوف نتحدى الجميع. نحتاج تعاون المواطنين، نحتاج تعاون المتظاهرين السلميين. أتمنى من الشباب المتظاهر أن يتظاهر ويطلب بحقوقه بطريقة سلمية، يبتعد عن التصرفات التي يحاول بعض اختراق المتظاهرين والإساءة إلى الأجهزة الأمنية. البصرة سوف تعود في حال العراق. زيارة أعدتها الحكومة المحلية دليل على أهمية استقرار الوضع الأمني في البصرة، والتي جاءت في إطار سعي الجميع لمواصلة التحقيق في الجرائم التي وقعت مؤخرا. اجتماع مع القيادات الأمنية في محافظة البصرة وتوجيههم بحيث ينحفظ الأمن في هذه المحافظة ورفع الروح المعنوية للقوات الأمنية للقضاء على كل المشاكل اللي تعيق عملية السير لتحقيق هذا الأمن. خلال الساعات المقبلة سنوفق بإلقاء القبض إن شاء الله على من ساعات مقبلة تساعدون أهل البصرة بذلك؟ إن شاء الله. السيد القائد العام القوات المسلحة أصدر توجيهات إلى كل الأجهزة الأمنية الموجودة بالبصرة لضبط الأمن بالبصرة وحماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة لكل المواطنين. احنا جهاز مكافحة الإرهاب مرتبطين بالقائد العام للقوات المسلحة، مستعدين لتنفيذ أي واجب نكلف به من قبل القائد العام. إن شاء الله زيارة موفقة، واتفقنا على الخطوط العريضة فيما يخص البصرة الحبيبة. جهود حثيثة من أجل العمل الجاد لملاحقة الخارجين عن القانون وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إلى المدينة. من البصرة طارق الطربوش، العراقية الإخبارية.